قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا موضوع الابتسامة ده ليه أثار نفسية وصحية كبيرة جدا على الإنسان. صحيح. إلا أن البحث العلمي الأخير توصلوا أن ليه فوائد عديدة، فما هي هذه الفوائد يا دكتور؟ الحقيقة الابتسامة لها مفعول السحر، حتى إنهم يقولون في الطب إن ابتسامة الطبيب نصف الشفاء أحيانا للمريض. يعني تصور أن طبيبا يأتي عابسا ولا يبتسم، الحالة النفسية للمريض ستتدهور مباشرة. طبيعي. لذلك تجد أن الأطباء الناجحين يكون دائما مبتسما، لأن الابتسامة جزء من العلاج. كذلك الابتسامة تقدم للإنسان فوائد كثيرة ربما نغفل عنها. على سبيل المثال، في دراسة علمية وجدوا أن الإنسان الأكثر ابتسامة هو الأكثر نجاحا من الذي لا يبتسم، حتى إنك تجد المشاهير، النجوم، رجال الأعمال دائما الابتسامة على وجوههم. هذه حقيقة معروفة. هناك بحث أيضا يؤكد أن أخذوا صور لمجموعة من الناس الذين يبتسمون، ومجموعة تعودوا عدم الابتسام، فوجدوا أن المجموعة التي تبتسم كان نظامها المناعي أعلى أيضا. يعني هذه الابتسامة تنعكس إيجابيا على جسم الإنسان من خلال نظامه المناعي. لماذا؟ لأن الابتسامة هذه تشعرك ب يعني التفاؤل، تشعرك بالارتياح، يعني حتى إنها تعطي راحة لجسم من هو يبتسم. طيب هل هناك أثر للابتسامة على الطرف الآخر؟ تقول الدراسة نعم، هناك آثار جيدة وإيجابية على الطرف الآخر الذي تبتسم له. يعني أنت عندما تبتسم لإنسان فإن هذا الإنسان أولا تزيل هذه الحواجز بينك وبينه والفوارق، وحتى إنهم بحثوا في مجال أسرار السعادة. يعني هذه دراسات غريبة جدا، وقاموا بدراسة أدمغة أناس، قسموا لمجموعتين من يبتسم ومن يبتسم له. وجدوا أنك عندما تبتسم لشخص فإن هذا الشخص يعني هناك زيادة في هرمون السعادة في دماغه، يعني هي تؤثر في المبتسم والمبتسم له كمان. بالضبط. إذن هناك فائدة لمن يبتسم، والفائدة الكبرى لمن تبتسم له، وكأنك يعني أفضل من أن تعطيه المال. سبحان الله. سبحان الله. طب ماذا وجهنا قرآننا الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا السلوك دكتور؟ نعم، الحقيقة نحن نعلم من خلال سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه كان دائم التبسم، كان دائم التفاؤل والتبسم، معروف هذا من سيرته عليه الصلاة والسلام. وحتى لو تأملنا آيات القرآن نجد أن هذه الآيات بمجملها تحثك على السلوك الإيجابي الذي تقدم فيه الصدقة للآخرين، تعين الآخرين، تقرضهم، تنقذهم. يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك حديث عظيم جدا يصلح أن يكون قاعدة طبية اليوم، قال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني أنت أقل شيء تعطيه صدقة، لأنهم وجدوا بالفعل يعني دراسة علمية أنك عندما تتصدق على شخص بشيء من المال هو محتاج له فإن نسبة هرمون السعادة تزداد في دماغه ويشعر بالسعادة. سبحان الله. نفس الأثر وجدوه للكلمة الطيبة
ونفس الأثر وجدوه للابتسامة، يعني عندما تبتسم في وجه إنسان وتقول له كلمة طيبة نفس الأثر في دماغه كأنك أعطيته المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى دلنا هذه نتائج هذه الدراسات بأسلوب جميل جدا، قال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، وقال في حديث آخر وتبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، اللهم اجعلنا من المبتسمين المصدقين. آمين يا رب. شكرا دكتور عبد الدائم، جزاكم كل خير. يا أهلا وسهلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى.